وعلشان كده هنعرف مع بعض بكل سهولة كيف تصبح محاسب قانوني. ولكن في البداية خليني أوضح أمر هام جدا، لأن بسببه بيحصل لبس عند العديد من الناس. هل المحاسب القانوني لازم يحصل على ليسانس الحقوق بجانب بكالوريوس التجارة لكي يستطيع أن يمتهن مهنة المحاسب القانوني؟ والإجابة قطعا لا، وبتكلم في هذا الأمر لأنه بيسبب مغالطة كبيرة جدا عند قطاع كبير من الناس. حصولك على ليسانس الحقوق بجانب بكالوريوس التجارة لا يجعلك محاسب قانوني.